الحقيقه على سلم نقابه الصحفيين. وجينا نكمل دلوقتي عن مجلس الوزراء. خلال ال 20 سنه اللي فاتت توقف تكليف الطبيب البيطري عن العمل للدوله، مما ادى الى عدم وجود اي رقابه بيطريه على الحكومه، واهمال دور الطبيب البيطري، تواطؤ انفلونزا الطيور وانتشار الامراض زي السرطانات والفشل الكلوي وكثير من الامراض يعني. فال 20 سنه اللي فاتت عين اطباء بيطريين بعقود مؤقته مرتباتهم 100 جنيه و65 جنيه و250 جنيه. بنطالب بتثبيت الاطباء البيطريين المؤقتين على الموازنه العامه للدوله وتعيين اطباء جدد لتمكينهم من اداء دورهم في مكافحه الانفلونزا الطيور ومكافحه الامراض المختلفه. دايما الدوله بتهتم بموازنه وزاره الصحه وهامله دور الطبيب البيطري وهامله الموازنه المخصصه للاطباء البيطريين، في حين ان الدكتور البيطري عباره يعني من صميم شغله ان يحمي الانسان ويقيم الامر. لو تم تفعيل دور الطبيب البيطري هنقلل كتير من المخاطر اللي بتصرفها الدوله المفتشين اللي بيتمويلوا فقط. ده مشكله، مفتش التموين هو اللي يقدر يكشف على اللحم. لا طبعا، ما ده طبيب بيطري فوظيفته كل التكشف بتاع التموين فقط. عندنا اربع اطباء بيطريين بيفتشوا على اللحمه في القاهره، ده معناه ان الدكتور يلف ويرجع للثلاجه كل خمس سنين مثلا. خطوات لحضرتكم التخطيط لما تيجي هنا تنظموا الوقفه هنا؟ احنا رحنا اسم قصر النيل وقدمنا ان احنا عايزين نعمل مظاهره سلميه، فصرحنا نقف عند نقابه الصحفيين ووقفنا زي ما هم ادونا التصريح. ولما لقينا ان مفيش استجابه هناك فقلنا نيجي هنا نحاول نقابل رئيس مجلس الوزراء، وتقدمنا في شكاوى عديده يعني. وكذا مره جيت عضو مجلس نقابه وطلبت من مجلس الوزراء ان يتم لقاء مع رئيس الوزراء لشرح مطالب الاطباء البيطريين. وذهبنا قبل كده لجنه الاصلاح التشريعي بملفات كثيره تخص الاطباء البيطريين ولم يتم الاتفاق. مصير يعني النقابه كان دورها ايه معاك؟ والله النقابه احنا بنحاول نعمل اللي علينا وربنا يسهل. انا هي واقفه معاكم مش مشيلك ولا ايه؟ دكتوره اميره بس من النقابه اللي واقفه. انا عضو مجلس نقابه ويعني هي واقفه بشخصها دكتوره. انا واقفه يعني وبتمنى كل المجلس ان هو يساندنا ويقف معانا الفتره دي. احنا طبعا بنناشد المسؤولين، بنناشد رئيس الوزراء وبنناشد الرئيس السيسي ان هو يتدخل ويدي الدكتور البيطري حقه.